أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تفاعل المغردون اليوم مع هاشتاغ بعنوان اليوم العالمي للإيدز، على خلفية أن المملكة تعتزم المشاركة اليوم مع دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للإيدز، والذي يصادف اليوم الأول من ديسمبر في كل عام بشعار علاج مدى الحياة ووقاية مدى الحياة، وذلك ضمن منظومة من الفعاليات التي ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومستشفى الملك فيصل التخصصي. أورد المغردون في هذا الوسم المراحل التي يمر بها مريض الإيدز أو مرض نقص المناعة المكتسبة، وأيضاً طرق انتقال المرض. ونبدأ بتغريدة الدكتور طارق الحبيب الذي ذكر أن المراحل التي يمر بها مريض الإيدز عند معرفته بالإصابة تبدأ بالإنكار ثم الغضب فالمساواة والاكتئاب وأخيراً تقبل المرض. وغردت دانا أنه في تعاليمنا الإسلامية للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة شريعتنا تنص أنها حرمت اللواط والزنا والحث على النظافة. وغرد آخر بنصيحته تجنبوا الأحكام المسبقة على مرضى الإيدز، فمريض الإيدز ليس مذنبا بالضرورة حسب تغريدته. أما حساب صحة الرياض غرد أن الامتناع عن العلاقات المحرمة وإدمان المخدرات ووقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة، موضحا أن فيروس نقص المناعة المكتسبة يدمر الجهاز المناعي للمصاب فيعاني من الأمراض المعدية والسرطانات. وإلى حساب مطمئنة مغردا أنه كثيرا ما يحتاج حملة فيروس الإيدز إضافة إلى العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات إلى خدمات المشورة والدعم النفسي فساعدوهم كي يساعدوا أنفسهم. وغرد آخر أنه فيروس الإيدز تنتقل العدوى به من الأم إلى الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية، لذا يجب عدم إرضاع الطفل طبيعيا من أمه إذا كانت مصابة بالمرض أو حاملة له. ختاما غرد أحدهم أن السعودية أقل دول العالم إصابة بمرض الإيدز بمعدل 4 حالات لكل 100,000 نسمة من عدد السكان، سائلين الله الشفاء للجميع. ننوه أنه يمكن التحكم في مرض نقص المناعة المكتسبة بالعلاج والاستشارة، فلا تخجلوا من الذهاب للجهات المختصة والمراكز الاستشارية لعدم حدوث أي مضاعفات. تمنياتي للجميع بالشفاء بإذن الله، والسلامة والعافية لكم.